حاجه تحسسك بالفخر كده بالنسبه لي انا كصحفي، صحفي مصري زميل بيشارك مع 140 صحفي من مختلف مؤسسات اعلاميه في دول العالم وصحف كبيره ومعروفه واسماء كبيره زي الجارديان وزي بي بي سي وزي غيرها، علشان يدوروا على الفلوس المسروقه او الفلوس المهربه او سر او لغز ضياع هذه الاموال، واللي يهمنا احنا فلوسنا احنا او فلوسكم انتم كمصريين راحت بره ازاي؟ اتسرقت ازاي؟ بتتغسل ازاي؟ بتروح فين؟ اتعرضوا لتهديدات كتير، قصه كبيره جدا. هيكون معانا هشام علام المحقق الصحفي والكاتب الصحفي بجريده الوطن عشان يحكي لنا قصه هذا او قصه هذا الانفراد العالمي. مساء الخير يا هشام. مساء الخير يا محمد. منور الصحافه اليوم. ربنا يكرمك. مبروك اولا على هذا الانفراد. اشكرك جدا. على هذا الموضوع، مبروك على كتابته الحلوه، مبروك على الشغل المهني الرائع. ده مبدئيا كده. وبشكرك بشكل شخصي ان انت تكون كصحفي مصري موجود في وسط زمره الصحفيين دول كصوتنا يعني. ده في البدايه. مش هقدر اتكلم اكتر عن التحقيق اللي انت عم تقول، اهم من جيلنا طبعا، يعني دي اهم حاجه. مش هقدر اتكلم عن التحقيق قد ما انت اتكلمنا عنه. احكي لنا ببساطه كده للناس ملخص لقصه هذا التحقيق. بدا ازاي؟ حكايه ال 140 واحد ازاي يتنشر في العالم كله في وقت متزامن؟ ازاي يشتغل فيه 140 صحفي مع بعض؟ القصه بتاعت التحقيق بدأت بعد حصول صحيفة لوموند الفرنسية على قاعدة بيانات بنك اتش اس بي سي في سويسرا، بنك اتش اس بي سي سويسرا الخاص، هو اسمه كده على بعضه. قاعدة البيانات تم الاستيلاء عليها من قبل أحد الموظفين العاملين في البنك في 2008 اللي حاول يبيعها لكنه فشل، فرجع إلى فرنسا، حاول يبيعها في لبنان لكنه فشل، فرجع على فرنسا وقدمها للسلطات الفرنسية، أخذتها منه وأخذتها المخابرات الفرنسية. وبطريقة ما استطاعت صحيفة لوموند أنها تضع يدها على هذه المعلومات. التحقيق في المعلومات وفي الأسماء الواردة في قاعدة البيانات لن تستطيع لوموند وحدها القيام به. وبيحتاج إلى صحفيين عندهم سكيلز معينة، مهارات معينة. فتم الاتفاق على عمل مشترك ما بين لوموند وما بين الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين. تمام. ان يتم اختيار مجموعة من الصحفيين المتميزين في الجزئية دي اللي يتعقب المال او تتبع الاموال اللي بيتم اخفائها بتكنيك معين، ليكونوا هم النواة الاولى لهذا المشروع. نحن بنتكلم فيه بقالنا حوالي سبع شهور. كانت النقطة الأساسية هي حاجتين. أول حاجة سرية الموضوع، لأنه ما ينفعش طوال السبع شهور إن أي حد يعرف إحنا بنشتغل على إيه. تاني حاجة الحفاظ على سرية المعلومات. سرية الموضوع مع 140 صحفي. ودي كانت أزمة. ودي كانت أزمة والحمد لله نجحت. ما فيش أي حد قدر يعرف إحنا ننشر إيه ولا هننشر إمتى ولا في نفس التوقيت. هي كانت ساعة صفر إحنا كنا متفقين عليها. هي كانت ساعة صفر اتفقنا عليها في أغسطس 2014 إحنا ننشر يوم 8 فبراير 2015 الساعة 4 مساء بتوقيت واشنطن، اللي هي 10 مساء بتوقيت فرنسا، اللي هي 11 مساء بتوقيت مصر، اللي هو ميعاد صدور الصحف. صحيح. اللي هو يكون برضو نفس ميعاد صدور الصحف والمواقع الإلكترونية في بريطانيا اللي بتعمل أي تحديث. يعني كانت ترتيبة غريبة. طب احنا هنا بنعاني واحنا شوية بنعمل صفحة أولى في أي جورنال في الدنيا بنقعد نتكلم. ازاي 140 الطاولة دي تم إدارتها ازاي؟ احنا تقسمنا المجموعات. مجموعة كانت بتشتغل على الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مجموعة كانت بتشتغل على أمريكا اللاتينية، مجموعة بتشتغل على أفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية. كل مجموعة بتتم عملية في ليدر للمجموعة إذا احتاجوا، يعني مش ليدر هو بيقود، ولكن ليدر لو احنا محتاجين حاجة حد ينسق ما بيننا وما بين بعض. منسق عام يعني. منسق عام بالظبط. ولكن احنا كنا بنتواصل مع بعض، يعني على سبيل المثال في التحقيق الخاص برشيد انا استعنت بصحفيين في سويسرا لان في بعض الاماكن كنت محتاج ان انا ازورها واتوثق ان العناوين دي صحيحه ولا لا، وان اللي وارد فيها المقر الشركه دي قائمه بالفعل فيه ولا لا. اكيد مش هسافر سويسرا مخصوص علشان اعمل ده، لكن ممكن صحفي من سويسرا يروح يعمل لي المهمه دي ويرجع. نفس الشيء في امريكا، في جزر كايمن، يعني كل واحد حسب مكان تمركزه كان بيخدم المجموعه كلها. طيب خلينا نروح للجزء بقى اللي يهم الناس، ازاي هرب رشيد الفلوس بره مصر؟ طيب احنا في البدايه توصلنا من خلال التسريبات السويسريه. احنا كان رشيد محمد رشيد يا جماعه الوزير الصناعه والتجاره الاسيويه. زي ما نشرنا في صحيفه الوطن اول امس ان مصر تملك او في داخل الحسابات السريه السويسريه
ما يعادل 3.5 مليار دولار. ده في الفتره ما بين 98 و2007، يعني ممكن دلوقتي من 2007، يعني ميعاد حصولنا على المعلومات كان اخر تقارير بنكيه موجوده لحد 2007، احنا في 2015. يعني في الفتره دي ممكن تكون الارقام دي تضاعفت. 3.5 مليار دولار ده يعادل 26 مليار جنيه مصري. 26 يعني تقريبا نص قيمه الاكتتاب على قناه السويس. تمام. مملوكه ل 700 فرد في مصر، مصريين ان شاء الله عندنا يعني يعني الحسابات تتمتع بسريه مطلقه. لجان تقصي الاموال وتعقب الاموال المنهوبه اللي شكلت بعد الثوره لم تتواصل الي شيء منها، وبالتالي هل السريه دي معناها انه الفلوس دي مش فلوس شرعيه؟ لا، ما نقدرش نحكم. لا ما نقدرش نحكم، ولكن هي فيها شبهه ثانيه، شبهه اخفاء الاموال عن السلطات المحليه. بمعنى انك تهربت من دفع الضرائب في بلدك، صحيح، عن دخلك او عن ممتلكاتك. يعني 26 مليار دولار يعني لينا فيهم حوالي تلتهم مثلا. رد الفعل الدولي اللي بيبين قد ايه الدول حريصه على مصالح شعوبها، في امريكا وزاره العدل متهمه قدام مجلس الشيوخ لانها قصرت في تعقب هذه الاموال. في بريطانيا رئيس الضرائب ووزير الخزانه العامه هيمثل الاسبوع ده قدام مجلس العموم عشان تتم محاسبته. وعندنا مفيش، ايدك والارض. طبعا احنا محتاجين نفكر الناس ان احنا عملنا مثلا بتاع 19 لجنه ما جابوش اي حاجه وصرفوا اي حاجه وصرفوا فلوس. صرفوا حوالي 40 مليون جنيه. نص مليار. 40 مليون جنيه. 40 مليون جنيه. 40 مليون جنيه. ان شاء الله. على حسب ما نشر في التقارير الصحفيه، مش على عهدتي الخاصه، يعني ان الفلوس دي اتصرفت في انتقالات وفي ترجمه مراسلات. ان شاء الله. يعني بعتناهم يجيبوا فلوس، صرف 40 مليون. صرف 40 مليون جنيه. طب نكمل بقى في رشيد. طيب القصه بتاعت رشيد، احنا عثرنا على مستندات تؤكد ان الوزير الاسبق رشيد محمد رشيد يملك في حسابات سريه، 10 حسابات سريه داخل البنك السويسري، ما يزيد عن 31 مليون دولار. دولار. اللي هو يعادل بسعر الصرف الحالي حوالي 235 مليون جنيه. طيب. الراجل ده عنده فلوس. موجودة بره، محدش يعرف عنها حاجة، ده جزء من القضية، بس مش دي القضية كلها. الفلوس دي شرعية ولا لأ؟ رجعنا لتقارير الذمة المالية الخاصة بالمهندس رشيد. اللي قدمها بعد تولي الوزارة بشهرين. وقبل خروجه من الوزاره بشهرين في 2004 في 2010. هي تزامنت كده في 2010 لان الدنيا كلها خلعت في 2011. لم يذكر نهائيا امتلاكه لشركات في خارج مصر ولا ارصده في بنوك خارج مصر. فده معنى ان الراجل تعمد اخفاء امتلاكه هذه الاموال عن مصر في الخارج. طيب ده بما يخص هويه الاموال. طيب الفلوس دي بقى كانت بتعمل ايه بره؟ الفلوس دي تم وضعها تحت اسم شركة وهمية اسمها ليكسنتون. رشيد أعطى معلومات نوعا ما وهمية للبنك، يعني هو حط الفلوس تحت اسم الشركة، يعني خلينا نقول كده رقم واحد في الاحتيال إنشاء شركة وهمية لتدريب الفلوس. الشركة دي أنشأها في سويسرا، أنشأها عفوا في جزر كايمن، وقال إن هو أنشأها في سويسرا لأنه خلى مراسلات بتاعتها كلها ثلاث مراسلات، واحد للندن لسيتي بانك في لندن، واحد لشركة تبع سيتي جروب اللي هي برضو بتدير سيتي بانك اسمها سيتي تراست دي في زيورخ في سويسرا، والثالث في جزر كايمن وهي برضو لشركة بتتبع سيتي جروب. الفلوس اللي حطها تحت اسم الشركة أوكل عملية إدارتها لثلاث شركات أخرى، ثلاث شركات مسجلة في جزر كايمن اللي هي بتساعد في عمليات غسيل الأموال ومشهورة باعتبارها قبلة لغسيل الأموال وتبييض الأموال، الأموال المشبوهة أو إعادة تدويرها بصيغة مختلفة. نمرة اتنين تعمل زي نجيب الريحاني وتفرع الحاجات. بالزبط. حبل الخروف والخروف وراسه والفروة. بالظبط. ثلاث شركات دولت اشتغلنا عليهم، اكتشفنا إن هم مسجلين في جزر كايمن بقالهم 20 سنة وبيتبعوا شركة أم، الشركة الأم بتتبع برضه سيتي جروب اللي هي في أمريكا. طيب إذا اتش اس بي سي سويسرا أدار أو منح نصائح لرشيد محمد رشيد في كيفية إدارة هذه الأموال اللي هو من خلالها رشيد أوكل مهمة إدارة هذه الأموال لسيتي جروب متمثلة في مجموعة من شركاتها المسجلة في سويسرا في جزر كايمن والبنك الموجود في لندن. برضو لحد كده في عملية تلاعب ولكن فين غسيل أموال؟
ثلاث شركات هم جزء من مجموعة أم مشكلة من ست شركات. الثلاثة التانيين تم استغلالهم سنة 99 في غسيل أموال راؤول سالينز اللي هو شقيق الرئيس المكسيكي الأسبق في تهريب وغسيل 100 مليون دولار من أموال المخدرات وتجارة السلاح في المكسيك. ده ولا علي بابا يعني. فإحنا بنتكلم دلوقتي إن دي منظومة كبيرة. منظومة كبيرة. دولية. وفي ناس عارفة كويس أو دفع فلوس لناس عشان تدير المنظومة دي وتبذل مجهود جبار في إخفاء كل أثر قد يقودك إلى الشخص الأساسي في القضية. يعني المراسلات مثلا البنكيه. انت كتبت ان هم كانوا بيستخدموا ربات البيوت علشان ربات البيوت بيشتغل عندهم. في بحط صفتك انك انها ربه منزل وفي الاساس هي واحده من الاسره الحاكمه في قطر ولا في احدى دول الخليج. واحنا اثبتنا ده وهننشره بكره في الوطن عن الاسر الحاكمه اللي عندها مليارات في البنك السويسري. ما شاء الله ما شاء الله. طيب هل ده فكرة انه عصابة دولية ناس مكسيك على جزر كايمن على مش عارف مين، هل كل هذه الخيوط المتشابكة كانت سبب في انه الموساد حاول يتعقبكم، بعض العصابات الدولية حاولت تضغط عليكم، تعرضتوا لتهديدات اثناء العمل في هذا التحقيق؟ التحقيق مقسم الى مجموعة افرع رئيسية. في ناس بتشتغل على لصوص الماس واغلبهم من اسرائيل. وهننشر عنهم أسماءهم لاحقا بالأسماء بالتفاصيل، ودي حلقة قادمة الأسبوع الجاي في صحيفة الوطن إن شاء الله. وده برضو انفراد حصري يعني ده جزء الخاص بمصر مش الجزء العالمي. يعني مش تبع التحقيق. لا تبع التحقيق بس تبع خاص مصر، تبع تحقيقات التسريبات السويسرية. في شغل خاص بينا اكسكلوسيف بتاعنا احنا بتاع الوطن، وفي جزء دولي احنا بننشره بالتزامن وبالتعاقد. طبعا. يعني حسب الاتفاق اللي احنا متفقين عليه، ولكن في مجهود شخصي بتاعنا اللي هو اللي احنا بننشره بشكل يومي. في عندك ناس بتشتغل في تجاره الماس اسرائيل. الماس تحديدا لانه الماس لان بس اسرائيل ما فيهاش ماس تهريب. اسرائيل ما فيهاش ماس بس في ناس متخصصه في سرقه الماس وتهريب الماس في دول افريقيا الوسطى وبتهربوا بره. في ناس بتشتغل في تجاره السلاح، في تجاره مخدرات، في رجال اعمال، وفي أسر حكمة ورؤساء دول، وفي لعيبة كورة، وفي ممثلين وفاشن بلاجرز، وفي شخصيات عامة كتير. كل واحد كان بيمثل له طريقة معينة في التعامل. الموساد كان حريص، جهاز الاستخبارات الإسرائيلي كان حريص الحصول على المعلومات دي من خلال الشخص اللي سرب أو اللي سرق المعلومات من البنك السويسري وسلمها للمخابرات الفرنسية. لأن ورد في الوثائق أسماء أشخاص من الممولين لأنشطة حزب الله. فهو كان عايز يعرف الأشخاص، عايز يعرف كمية التمويل، طريقة التمويل، تواريخ التمويل. معلومات كانت مهمة، وقاموا بالفعل بخطف الراجل وفترة وزقوا عليه واحدة اشتغلت معاه فترة في إنشاء شركة وهمية في هونج كونج. يعني قصه كبيره دخلت فيها الدول واجهزه سياديه. كل الناس اللي ضد بعض كانت مع بعض في موضوع الفلوس. يعني بالظبط بالظبط. دلوقتي انت عندك اتش اس بي سي اعترف امبارح، اعترف طبعا في المراسلات ما بيننا، اعترف بوجود هذه الاموال. لا مش بوجود هذه الاموال، ولكن اعترف بوجود تقصير عنده وبوجود عملاء استغلوا الثغرات القانونيه وفي المنظومه عنده في تحويل في عمل عمليات غسيل اموال. قال ان هو قام بتصفيه 70% من عملائه وتنقيتهم. معنى كده نشوف قد ايه، يعني ما يبقى 30% بس عندك هي الاموال النظيفه. هل دي محاولة انقاذ سمعه يعني؟ ما اعتقدش طبعا هيأثر على صوته في العالم. احنا بنتكلم على 55 دوله، احنا شركاء في التحقيق العالمي، احنا 55 دوله بتشتغل فيه. فاعتقد الفرع البنك عنده افرع في 72 دوله. فعلى الاقل خسر ال 55 دوله. على الاقل يعني. خلينا نروح للسؤال الاخير بشكل شخصي. انت كهشام علام، ايه الحاجات اللي كانت واقفه قدامك في هذا التحقيق؟ الحاجات اللي انت ممكن ترصدها كده بارقام، خصوصا فيما يخص الجانب المصري، الحاجات اللي خضتك شويه، الحاجات اللي مش قادر تصدقها، الحاجات اللي بتصدمك، الحاجات اللي عطلتك. الحاجات الصادمه ان احنا لقينا ارصده كبيره جدا باسم اشخاص مش معروفين في مصر. يعني على سبيل المثال، وده تحقيق جاي ان شاء الله، في احد الاشخاص لقينا عنده مئات الملايين من الدولارات، مئات
مئات يعني قد اللي احنا كشفناه رشيد ده 10 او 15 مره ومش معروف. حد مش معروف، حد مش معروف، حد لو ثروته دي اترجمت بالجنيه او زي ما هي بالدولار لازم هيتصنف في مجله فوربس من الاغنياء على العالم يعني مليارات الظل دي بالظبط. فالراجل ده اكيد بما لا يدع مجال الشك هو وجهه لشخصيه ما اخفت اموالها من خلاله. صحيح. فالتحيات اللي احنا بنشوفها هي بتيجي واحده واحده، فالبدايه كانت رشيد وبعدين بنتكلم عن شخصيات عربيه يعني في اسماء جايه في مصر. في اسماء جايه في مصر وفي اسماء في دول عربيه برضو احنا بنشوفها بشكل حصري. يعني احنا بكره بنتكلم على ناس في النظام السوري تم غسيل اموال نظام بشار الاسد من خلالهم وبكره برضو بنتكلم على شخصيات قطريه هربت اموالها من الاسره مش هربت اموالها، امتلكت حسابات سريه في البنك السويسري بارقام كبيره جدا وباسماء تخض. طيب انت حاسس بامن شخصي وانت بتقول على الكلام ده ان انت بتقول انه لسه هتذكر اسماء ناس انت بتخلق دلوقتي مع تقريبا نص الناس اللي حوالينا نص العالم تقريبا او ال 140 واحد المشاركين في هذا التحقيق بيتخانقوا مع عصابات، بيتخانقوا مع اجهزه مخابرات، بيتخانقوا مع رجال اعمال، مع مافيا. حاسس بامان وانت بتكمل في هذا الامر خصوصا انت بتتكلم عن 700 واحد مصري عندهم فلوس محدش عارف عنهم حاجه، هل تتخيل ان ده امر سهل بالنسبه لك؟ احنا عندنا بروتوكول للحمايه الشخصيه. بينا وببعض كصحفيين. الاسماء ستنشر بي او من غيري. ستنشر وفي حاله تعرض حد للخطر سيتم تعقب كل الاشخاص الواردين في التسريبات. وسينشروا بالكامل. يعني التحرك الجماعي هو هنا كانه احنا حماية. بنغطي بعض، انما ما ينفعش نعتمد على دولة ما او على جهاز امني ما ان هو يحميك. مش هنستنى ده. احنا يعني فالله خير الحافظين. ايه ابرز حاجة في اللي جاي في المنشور؟ ابرز حاجة في مفاجأة كده يعني نقولها للناس استنوها. بخلاف هذا الشخص الغامض الذي يملك الكثير من مئات الملايين. وهنعرفه بعد الفاصل يعني. لبنان واسرائيل. الاموال الأموال المملوكة لأشخاص في لبنان وإسرائيل في البنوك السويسرية. أنا بتمنى لك بشكل شخصي السلامة في استكمال هذا التحقيق وإعلان الأسماء ال 700 المصريين بقى يعرفوا تعرفوا حضراتكم ال 700 اللي واخدين كل الفلوس وحاولوا يهربوها ويحرموكم من حقكم في الضرائب. أنا بشكل شخصي بقول لكم أهو أدى جيلنا من هذا من الصحفيين، هذا الجيل من الصحفيين كنت بكلم لسه هشام عن حقه في إنه يبقى ليه تجربته بقى وإن إحنا نطلع ونعمل حاجة محترمة، بيشارك هو في تحقيقات عالمية، بيشارك مع 140 صحفي من دول مختلفة في صحف ووسائل عالمية، حقنا نفرح بيه، حقنا نفرح بهشام، وحقنا كمان نتحصر على فلوسنا اللي ضايعة. أنا بشكرك جدا هشام على الإعلام وبالتوفيق إن شاء الله في استكمال التحقيق ده وتحقيقات تانية جاية، وربنا يكون معاك ونستمتع بيه باقي الأجزاء. وربنا يستر عليك على راي كريم هريدي المخرج بتاعنا. هو عاوز يعرف برضه مين ابو 100 مليون ولا شويه ملايين، كلهم هيجننوني عاوزين يعرفوا مين. الاسبوع ده كمان الاستاذ مجدي الجلاد في انفراد هينشره في الوطن برضه مرتبط ببنوك سويسريه عن اموال وارصده علاء وجمال مبارك. طب الناس نفسها تعرف فلوسها راحت فين يا جماعه، مش معقول. انا صدعوني الحقيقه، عاوزين نعرف فلوسهم راحت فين. دي يا جماعه فلوس المصريين بتلعب بيها ازاي؟ بتروح فين؟ من المكسيك لجزر كيان اللي مش عارف لقطر لعصابات لمافيا وفلوسكو ضايعه وناس بتخبيها ورايحه. هشام علام تفضل بكشف جزء من المستور، هنتابع معاه في الوطن او انفراد الوطن اللي جاي في الحلقات الجايه او الاعداد اللي جايه. ودي كانت حلقتنا النهارده من الصحافه اليوم، بكره ان شاء الله هيكون لينا جوله اخباريه جديده في برنامج الصحافه اليوم. تصبحوا على خير.